من جديد صباح النور مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكل من انضم إلينا وقت الصحة والنشاط والرياضة. واليوم سهر رفاعي مسهلت علينا، ما عندها كتير آلات، اليوم عندنا فقط أوزان خفيفة، وحتستخدم قلتي لي وزن الجسم، بالضبط. واللي هو يعني كل الناس اللي بيقولوا بس وزن الجسم بدون أوزان بنصحهم إنه يجربوا يعملوا التمارين اللي بتعتمد على وزن الجسم، وحيكتشفوا إنه مش خفيف يعني أبدا. هم يقفوا على الميزان يعرفوا الوزن قد ايه، ويعرفوا هم هيضطروا يشيلوا وزن قد ايه، ما رح نفتح فده جروح يديهم. بعض. فيعني لو يعني مستقلين بالوزن، هو وزن الجسم اصلا كتير جدا، صحيح. فعشان كده ناس كتير بتستهيف بيه، لانه فاكرين ان احنا محتاجين دمبلز، محتاجين ماشينز، حاجات كده. بس بالعكس، لما بنستعمل جسمنا بنتعود على ان احنا نخلي بالنا من نفسنا ونعرف نشيل جسمنا لوحدنا على كبر. إليكي. ميرسي. صباح النور مشاهدينا، ودايما عودتكم على ان احنا نبتدي بنصيحة اليوم النهاردة. ونصيحة اليوم النهاردة هي عن اكل البروتين. لازم طبعا ناكل ونركز كتير جدا على ان احنا ناكل بروتين في كل وجبة، لانه ده بيساعد على ان احنا نعمل بيلدينج للمسلز، او ان احنا نكبر العضل ونزوده في الجسم. لانه لو ما كلناش بروتين كفاية، ده بيسبب ان احنا نخسر المسلز، وممكن برضو يخلينا نخسر الفات. بس مش قلة الاكل معناها ان احنا هنخسر الوزن، بل معناها ان احنا هنخسر الويت اللي هو في اللي هو الفاتس والمسلز. فاحنا مهم جدا ان احنا نحاول على قد ما نقدر نحمي المسلز اللي عندنا، ونحاول نكبرها اكتر واكتر، ونحاول نقلل الفات بيرسنتج والفيسرال فات اللي هو بيكون على الاورجنز بتاعتنا. اوكي، يلا بينا. دلوقتي اول حاجه هنعملها ان احنا هنعمل الانشورمز. اوكي، يبقى هنطلع لقدام البلانك ونرجع تاني، يبقى هنقف على اخر المات، هننزل لتحت، نمشي لقدام بلانك، نحاول ما نطلعش ابعد من الكتف بتاعنا، نرجع تاني ونرجع قدام تاني. نشد بطننا ونشد كل العضلات اللي في جسمنا. ما هتحسوا ان انتوا كل ما تشدوا العضل، كل ما تحسوا ان انتوا اخف، لانه لما بتسيبوا العضله بيكون كانكوا بنسميها dead weight، اللي هو ويت انه تقيل او ميت. واخر اتنين ونرجع. alright، دلوقتي عايزين ان احنا نطلع لقدام، عايزين نعمل لقدام لورا، هنطلع باللانجز forward و backward lunge. أحاول أن أنتوا توقفوا في النص، نطلع لقدام والورا، يلا بينا. قدام والورا، ده بيساعد على طبعا الجزء السفلي، نحن نقوي العضلة، نحاول ان احنا نعرف دايما نشيل جسمنا ونفسنا لو وقعنا، لو كعبلنا. واخر واحدة ونرجع تاني. دلوقتي نعمل الرجل التانية لقدام والورا. طبعا في ناس كتير بتقول ما ينفعش ان الركبة تطلع بعيد عن الانكل، بس اتس اوكي بدام رجليكو كلها على الارض من قدام، وتطلع قدام سنه، تبقى الركبه فوق التوز بدل ما تبقى فوق الانكل. اوكي، وممكن برضو طبعا ان انتوا توقفوا في النص قبل ما تطلعوا لقدام، ونقف في النص ونرجع لورا لو حاسين انه قدام وورا هتبقى كتيره. اتنين واحد. alright، دلوقتي هننزل على المات، نعمل upper body. زي ما انتم شايفين، حاول دايما ندي بريك جزء سفلي وبعدين جزء علوي، ونقعد نحاول نغير دايما. دلوقتي عايزاكم ان انتم تيجوا على table top position، فايدينا دايما تبقى تحت الشولدرز بتاعتنا، ركبتنا تبقى بعيدة عن بعض، وتحت الهيبس كأننا زي الترابيزة، محتاجين ان احنا نكون steady. نطلع ايدينا اليمين ورجلينا الشمال، راسنا تبقى في نفس الخط مع ظهرنا ومع ايدينا ورجلينا، نحاول ما نطلعش لفوق قوي، وننزل تاني بالراحه، شهيق لتحت، زفير لفوق، نحاول نلاقي البالانس في النص والتوازن، يفضل بان احنا نشد بطننا
وما نطلعش قوي. نحاول نشد ايدينا على قد ما نقدر، رجلينا زي ما قلنا دايما، نحاول كل حاجه تبقى activating. اخر اثنين واخر واحده. alright، دلوقتي هننزل على ظهرنا عشان نشتغل على الجزء السفلي. يبقى هننزل لتحت وهنعمل البريدجز بتاعتنا. اوكي، يبقى ايدينا جنبنا، زفير لفوق، هنعمل سكويزنج للجلوتس، رجلينا تفضل جامده وشهيق لتحت. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، وعشرة. دلوقتي عايزاكم تمسكوها هنا زي ما انتوا شايفين، الهيبس تبقى يعني بعيدة عن الأرض، وحنحاول ان احنا نمشي دلوقتي بالهيلز. فعايزاكم ترفعوا رجليكم كده وتمشوا لقدام ونرجع لورا بالراحة، نطلع لقدام. دي دلوقتي احنا بنشتغل على الهاميز او الهامسترينجز اللي هي رجلينا من ورا. واخر ثلاثة واخر اثنين واخر واحد، ننزل بالراحة. دلوقتي عايزين ناخد رجل فوق رجل هنا، هنفضل ماسكين برضو رجلينا اللي هنا، وهنركز على رجلينا اليمين، نطلع لفوق وننزل لتحت، لأنه الحركات اللي احنا بنعملها تبقى رجل ورجل أو إيد وإيد، بتبقى مهمة جدا إن احنا نحاول نشتغل عليهم كل واحدة separately. وآخر ثلاثة، اثنين، وواحد. نعمل سويتش، نعمل نفس الحاجة. زفير لفوق، شهيق لتحت، اثنين، وواحد. alright، دلوقتي عايزين ان احنا نطلع رجلينا 90 degrees أو 90 درجة، تبقى فوق الهيبس بتاعتنا. نحاول نطلع راسنا وأكتافنا من على الأرض، إيدينا فوق، يبقى إيدينا عكس بعض ورجلينا عكس بعض، يروحوا بعاد عن بعض. بس حاولوا دايما إن أنتوا تاخدوها واحدة واحدة عشان الناس بتحاول في الأول تبقى بتمشي كله في نفس الوقت. حاولوا دايما ترجعوا هنا الأول، يبقى إيدينا الشمال ورجلينا اليمين ونرجع، إيدينا اليمين ورجلينا الشمال ونرجع. وده برضو بيساعدنا ان احنا نستعمل اجزاء تانية من مخنا، فبتبقى مهمة جدا كمان الصبح. زي ما قلنا رجلينا تفضل شدينها هي وايدينا، اثنين، واحد. alright، ايديكوا تحت واعملوا روكينج لفوق. دلوقتي هنيجي على ايدينا تاني عشان نشتغل على الجزء العلوي. اوكي، يلا بينا. دلوقتي عايزين ان احنا نتعود ان احنا ازاي نعمل البوش ابس، بس المره دي هنركز على الترايسب بوش ابس، لانه الترايسبس هي من اكبر المسلز اللي هي بتساعدنا ان احنا يبقى عندنا شكل في الايد. اوكي، دلوقتي يبقى صوابعنا بعيد عن بعض، ننزل الهيبس بتاعتنا بس ما تبقاش لتحت ولا تبقى لفوق خالص. هنعمل شهيق لتحت، اول ما نوصل زفير لفوق مره واحده، شهيق، زفير، ننزل بالراحه، زفير، شهيق، زفير، واخر ثلاثه واخر اثنين وآخر واحد. اوكي، طبعا دي لما تبقى اسهل بالنسبه لكم، كل ما تتعودوا عليها
كل ما طبعا هتطلعوا للبوش اب بوزيشن العاديه وهتعملوا نفس الحاجه، ننزل بالراحه نطلع مره واحده. اوكي يبقى دايما نبتدوا دايما بالاسهل، شوفوا قد ايه ان انتوا تقدروا تمينتين اتليست 10 او 20 واحده، وبعدين حاولوا تصعبوها بان انتوا تشيلوا ركبكم. اوكي دلوقتي يلا بينا نطلع. دلوقتي عايزين احنا نعمل الحاجه اللي هي البيسك من الكومباوند موفمنتس اللي لازم دايما تعرفوا تعملوها، لان دي بتساعدنا ان احنا لما نكبر ان احنا نعرف نقعد على الكرسي، نقوم من على الكرسي وكل الحاجات دي. اوكي يبقى رجلينا لبره، شهيق زفير، خليكم معايا لاخر كام ثانيه، شهيق لتحت زفير لفوق، وكل مره حاولوا تبعدوا الهيلز بتاعتكم اكتر، وحاولوا تشوفوا لو ده يفرق في ان انتوا تقدروا تنزلوا اكتر واكتر، بس اهم حاجه انه الانكلز بتاعتكم ما تطلعش من على الارض. كل مره نشد عضله الرجل والجلوتس، واخر واحده. alright وكل التمارينات دي طبعا تعيدوها مرتين ثلاثه أربعة خمسة ستة سبعة مش غلط أبدا. والحلو إنه فيها تمارين ممكن نعملها وإحنا أثناء ما بنعمل شغل البيت، واكتشفت إنه هالنقطة جدا مهمة. yes طبعا لما بندمج حركات رياضية مع النشاطات اليومية اللي بالزبط. بنعملها أيا كانت، بنلاقي إنه تعملي هوفر مثلا، تنزلي تعملي لانجز بالضبط. صح يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا على كل التمارين.